دكتور علاء، ممكن تكلمنا عن كسر الأنف وأورام الجيوب الأنفية؟ بالنسبة لكسور الأنف بتيجي طبعاً أكتر حاجة بتبقى من حوادث أو من بعض الرياضات اللي بيبقى فيها التحام قوي بين اللاعبين. كسر الأنف ممكن نقسمه لكسور بسيطة وكسور تشمل العظام الأنف وعظام الوجنة، وممكن تبقى ممتدة للعظام لحد قاعدة الجمجمة كمان. أهم حاجة إن إحنا نسعى دائما إن إحنا نعالج كسور الأنف في مراحلها الأولانية، وما نسيبهاش لحد ما تلتئم في الوضع السيء أو الوضع الجديد اللي خدته العظام، لأن دي في الحالة دي بنضطر إن إحنا نكسرها تاني، تبقى عملية جراحية صعب. فاحنا لو المريض بسرعه يروح للجراح المتخصص ممكن تترد الكسور بسرعه وترجع لوضعها السليم، مع طبعا التثبيت الخارجي. ده بيدي فرصه لالتئام سليم ويعيد الشكل الطبيعي بتاع البني ادم قبل ما يحصل الحادث. وأورام بالنسبه للاورام الجيوب الانفيه، ودي نقطه مهمه جدا احب يعني اقول للناس، ان طبعا اورام الجيوب الانفيه ما تمثلش كتير الحمد لله من اورام الراس والرقبه او امراض الجسم بشكل عام، لكن نعرف منين ان في ورم. اوكي، لما في حاجه جديده على العيان ما كانش قبل كده، او البني ادم ما كانش حاسس بيها قبل كده، زي انسداد مزمن في الانف مصحوب بنزيف مصحوب بتنميل او خضر في منطقه الوجنه، لو حاسس ان اسنانه بتتلخلخ بشكل مش مبرر، لو حاسس ان في ورم في الوجنه، تمام، لو حاسس ان في ورم في الرقبه، ممكن برضو ده يبقى ثانويات للاورام في الانف. شكرا لحضرتك جدا يا